قبل ما تفضجوا الفيديو خوتي ما تنساوش تابوني وفلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عن قناة ميديا ديزاك. الذي كان يهابه بوتفليقة، كيف لا وهو من صفعه أمام الحضور، وهو الوحيد الذي كان يعلم ما قد يفعله بوتفليقة لو استلم الحكم آنذاك. مسعود زقار أو رشيد كازا أو مستر هاري كما تدعو زوجة جون كينيدي التي كانت معجبة بذكائه الحاد. البطل مسعود أحد أبرز الرجال وبطل حقيقي عاش لأجل بلده الجزائر التي وهب نفسه لأجلها بنفسه وماله الخاص أيضا، وكان قد مول العديد من العمليات الجاسوسية لجواسيس جزائريين في الخارج وكانت ناجحة رغم أنه لم يتم الكشف إلا على القليل جدا من تلك العمليات. رجل كانت ترتعد ذكر اسمه المخابرات الفرنسية لمكانته الخاصة لدى عظماء هذا العالم وأقويائه خاصة الأمريكيين. ولد مسعود زقار في 8 ديسمبر 1926 بالعلمة ولاية ستيف الواقع شرق الجزائر التي كانت تسمى آنذاك سانت أرنو، أين كانت تعيش عائلته الفقيرة. وبما أن والده بوزيدي كان رجلا بسيطا فقد أرغم الطفل على تحمل مسؤولية العائلة بكاملها، والغريب أن سعيه لكسب القوت دفع به إلى المغامرة والهجرة إلى فرنسا، وعمره لم يتجاوز 10 أين اشتغل لمدة 4 أشهر وعاد إلى أهله بفرنكات معدودة. وعوض أن يواصل دراسته بالمدرسة الفرنسية بالعلمة فضل مساعدة والده بالمقهى الذي يقع بالقرب من وسط مدينة العلمة، لكن هذا الطفل لم يكن عاديا في نظر والده بل كان كثير الزغيد أن يتسم بنشاط وحيوية منقطعة النظير، ولذلك عمد والده إلى تزويجه عمره لم يتجاوز 13 سنة. ولكن هذه الخطة لم تفلع مع مسعود ولم يدم الزواج طويلا، فذهبت الزوجة إلى أهلها ولم تعد، وتم الطلاق ليعود هذا الزوج المشاغب إلى حياة العزوبية من جديد. وكأن القدر شاء أن يبقى مسعود حرا طليقا حتى يتفرغ لقضاياه التي تجاوزت سنه ولنشاطه التجاري الذي يعتبره نقطة بداية لمسيرة حافلة بالأحداث. فبعد العمل مع والده تحول إلى بائع للحلوى رفقة ابن عمه، وكان عمره عندها 15 سنة. وهنا راودته فكرة صنع الحلوى بدل بيعها، فيشرع في تجسيد فكرته وينجح في إنجاز ورشة لصناعة حلوى. فكان يصنعه بنفسه بمستودع العلمة ويتولى تسويقها حتى خارج المدينة، وكأنها البداية بالنسبة لرجل خلق المال والأعمال. فالورشة نجحت وبدأ مسعود يشق طريق النجاح. لم يسبق لأي شخص أن تكفل بمفرده بإنجاز مصنع للسلاح، وقد اختار رشيد كازا أن تكون هذه المغامرة بالمغرب، وكان ذلك في مكان ما بالقرب من منطقة الناظور، ونقول مكان ما لأن لا أحد منا يعلم الموقع بالضبط إلا مسعود وقلة ممن معه، وحتى هذه القلة أكدت لنا بأنها إذ غادرت المكان فلا تكاد تعرف طريق العودة إلا بتوجيه من رشيد كازا. فلا مالك المغرب ولا أي شخص مغربي كان يعلم شيئا عن هذه المؤسسة النادرة في الوطن العربي، فظاهريا المصنع يبدو مختصا في صنع الملاعق والشوكات ويعمل به عمال أجانب من دولة المجر، لكن في المستودعات الخفية المكان مخصص لصنع البازوكا. وربما أن مسعود كان حريصا على سرية النشاط فلم يوظف إلا من المقربين إليه، بعضهم من أفراد العائلة وكلهم تقريبا من أبناء المنطقة أي من مدينة العلمة، حتى وأن بعضهم يقول إن العلمة التي زودت الثورة بالسلاح، وقد كان هؤلاء يشرفون على عمليات التركيب لمختلف قطاع الغيار التي كان يستخدمها زقار من أمريكا بطريقته الخاصة التي لا يعلمها إلا هو، والتي ظلت غامضة ومجهولة إلى يومنا هذا، وحتى المقربين إليه لا يعلمون كيف كان زقار يدخل مختلف القطع إلى المغرب، خاصة تلك التي تبدو من خلال شكلها بأنها مخصصة لصنع القذائف، وأما بعض القطع فقد كانت تدخل علانية على أساس أنها موجهة لصنع الملاعق والشوكات. وحتى العمال المغاربة الذين تم تشغيلهم لم يكونوا على دراية بطبيعة المصنع الذين يعملون به، فكانوا يعزلون في مستودع خاص وتقدم لهم مادة RDX وهي نوع من المتفجرات، فيقومون بتفتيتها وفي اعتقادهم أنها مخصصة لصنع الكارلاج، وهذه المادة في حد ذاتها تشبه من حيث الشكل قطع البلاط، لكن حسب جيلان صغير مفعوله أقوى من تي أن تي، وبعد تكسيرها يتم تحويلها إلى جيلان ورفاقه لتذويبها في حمامات خاصة وتعبأ بها القذائف. لم يتوقف مسعود عند هذا الحد، بل أحضر خبيرا أمريكيا يدعى ماكينزي وهو مهندس مختص في تصميم الأسلحة، والذي استقر بالمصنع وكان يشرف على عملية التصميم. ومع مرور الوقت تم تطوير البازوكا الأمريكية واستنسخت منها بازوكا جزائرية، وذلك بإجراء بعض التعديلات، ونفس الشيء بالنسبة للقذيفة.
والملاحظ هنا أن بالرغم من المستوى الدراسي المحدود لزقار إلا أنه استطاع أن يكون نفسه وأضحى يتقنوا الإنجليزية ويتعاملوا مع الأمريكيين دون عقدة، فاندمج معهم في كل شيء حتى في الزي والهندا وطريقة ارتداء القبعة الأمريكية، وبذلك نجح في توضيح العلاقة معهم وخلق خط سري من أمريكا إلى المغرب تهرب عبره قطع الغيار الحربية والمتفجرات الموجهة إلى المصنع، وهو الخط الذي ظل شغالا إلى غاية انتهاء الثورة. وكان زقار يؤمن بأن أي حركة ثورية يجب أن تقوم على عاملين اثنين، أولهما المعلومات التي كان يستقصيها من كل مكان وبلغ به الأمر حد التجسس على ديغول، وثانيهم المال الذي تحصل عليه بتوسيع نشاطه التجاري وتنمية ثروته التي خصصها لخدمة القضية الوطنية. وهناك عامل آخر جسده زقار باتقان ويتعلق بسرية التنظيم، فلم يكن يخبر أحدا بما يفعله أو بما في نيته، وحتى أمين سره ورفيقه الدائم صغير جيلاني الذي تقيناه لا يعلم من أسرار زقار إلا القليل، ويقول أن الرجل كان متحفظا للغاية ويملك حسا أمنيا لا يتحلى به أي شخص آخر. وعند الاستقلال يقول جيلاني صغير بأنه بقي مع بعض الرفاق بالمصنع لبضع أسابيع، ثم أمره مسعود بالدخول بعد تفكيك المصنع وردم آلياته تحت التراب، لتنتهي بذلك قصة هذه المؤسسة التي أدت مهمتها بنجاح. وأما في الجزائر فبالرغم من العلاقات الوطيدة التي كانت تربط بومدين بمسعود زقار، إلا أن هذا الأخير فضل بعد الاستقلال مباشرة الخروج من الجيش، وكان يومها برتبة رائد فقدم استقالته وتم تسريحه بتاريخ 16 أكتوبر 1962، وحينها قال لزملائه: لم أكن في حياتي عسكريا ولن أكون كذلك، بل أنا رجل أعمال. وعاد فعلا إلى قضاياه التجارية، فأصبح يتكفل بطعام ولباس الجيش الوطني، وكان يشرف على تسيير عدة مصانع لإنتاج الحلوى واللبان والمصبرات والعجائن، كما أصبح وسيطا بين الدول الجزائرية ومختلف الشركات الأجنبية. ولم يتوقف عند هذا الحد، بل وسع نشاطه إلى عدة دول عربية وإسلامية كالعراق والسعودية ومصر وليبيا وإيران وسوريا. وحسب جيلاني صغير فإن الرجل أصبح يشتري البترول من دول الخليج ويصدره إلى الدول الأمريكية والأوروب، وطبعا بهذا النشاط تمكن من تكوين ثروة هائلة، ويقول البعض بأن رأس مالها في السبعينات فاق 2 مليار دولار. التوجه الفكري لمسعود كان يميل دوما نحو رأسمالية التي كان سباقا في التنبؤ بهيمنتها على العالم، وهذا برغم من التوجه الاشتراكي للبلاد، لذلك كان تعامله مركزا أكثر على الولايات المتحدة الأمريكية التي يرى فيها القوة الفعلية التي فرضتها الأوضاع الدولية، فكان بمثابة عين بومدين على أمريكا. وظل الوضع كذلك بالرغم من قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والولايات المتحدة بعد الحرب العربية الإسرائيلية سنة 1967، حيث بقي زقار الدبلوماسي السري الذي له أيد في معظم الإدارات الأمريكية، وأهله ذلك إلى تكوين شبكة من الاستخبارات التي جعلته يتحكم في المعلومات عبر العديد من الدول. وبالموازاة مع ذلك سجل تناميا مذهلا في عملياته التجارية وثروته التي غزت العالم، وبلغ به الأمر حد التكفل التام بتنقلات رسمية لأعضاء مجلس الثورة ومختلف المسؤولين، ويتكفل كذلك بأفراد عائلاتهم وذويهم الذين يعالجون في الخارج، كما كان الشأن مع أنيسة بومدين التي كان ينتقل معها جيلاني من أجل العلاج في الخارج برعاية مسعود. وبالرغم من أنه لا يشغل أي منصب رسمي، إلا أن زقار كان تقريبا وراء كل العلاقات والصفقات الدولية. ولما زار رئيس الراحل الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1974 والتقى برئيس ريتشارد نيكسون، فإن المتكفل الرئيسي بهذه الزيارة والمكلف بتحضير كل النقاط المبرمجة هو مسعود زقار الذي كان بمثابة الرجل الثاني بعد الرئيس، وكان يشارك في كل اللقاءات ويحدد حتى مهام أعضاء الوفد المرافق لرئيس، وينجح في إبرام صفقات هامة بين البلدين. وهنا تكمن قوة هذا الرجل الذي حير الجميع. ومن أبرز الروايات التي تم سردها عن هذا الرجل هو كيف أنه على طريقة الهوليودية زقار وظف رجال مباحث أمريكان للبحث عن أخته بعد هروبها لتتزوج دونيس ماشينو فرنسي الجنسية، حيث أن مسعود أعد خطة على طريقة الأفلام استخدم فيها حتى الطائرات، انتهت بنجاح العملية واسترجاع أخته. وللتذكير أيضا فمسعود كان في حرب دامية مع المخابرات الفرنسية حتى وصلت الأمور إلى حد المساس بأخته في الرواية التي سردناها. لو تبحثوا عن حياته ستجدون أنفسكم تشاهدون فيلم هوليودي بطله مسعود زقار، وتوفي تحت ظروف غامضة رحمه الله يوم 21 نوفمبر 1987.